فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الرد على ما يردده البعض بأن الكسوف والصلوات تدرك بالحساب ويعمل به، فلماذا لا يكون صيام رمضان يعمل فيه بالحساب؟ ما هم يا أخي يصلون الكسوف بناء على الحساب، لا يصلي حتى يرى الكسوف، حتى يرى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. إذا رأيتم هم معناه صرنا نعرف أنه بالحساب، يمكن حساب خطأ بعد يصير، ولا نبني على الحساب لا في الكسوف ولا في غيره، على الرؤية، حتى الكسوف على الرؤية. إذا رأيتم منهما ذلك، نعم.